رائد أحلام الدوزي، مهندسة في الأسلحة والذخيرة. التكريم متاعي في مجال الريادة الأممية لسنة 2024. أول حاجة نتشرف كمرأة تونسية كعسكرية تونسية أنتمي للجيش الوطني بحصولي على هذه الجائزة، والجائزة هذه تجي تأكيد على أنه كصلابة التكوين اللي نتلقاوه كضباط بالمؤسسة العسكرية، و بصفة عامة أكيد التوانسة، إحنا تونس غنية بالموارد البشرية، وكل واحد من موقعه يحاول يقدم ويحاول يعطي صورة به على بلاده. أنا ملي إلا عينة كيف كيف موجود برشة توانسة اللي كل واحد من موقعه عنده مساهمة كبيرة. نشكر الناس كل اللي سسوة في التأطير اللي قدموا لي الإضافة باش أنا تحصلت على الجائزة هذية. الجائزة هذه جت نتيجة تعب وخدمة ومثابرة متاع 3 سنين. أنا المهمة الأممية متاعي كخبيرة في الأسلحة والذخيرة، وممكن اعتباره الدافع باش أنا خليني نتحصل على الجائزة، اللي هو أول مرة تجي المبادرة باش يوقع إرسال خبير أو خبيرة في الأسلحة والذخيرة. والحمد لله كان شخصي لي كأول خبيرة في الأسلحة والذخيرة في خلية ادعاء ما يسمى سيليدا بيو بورسويت. كانت بالأساس تدخلي في أربع جرائم اللي هي استهدفت قوة حفظ السلام. كانت من أول هذه الجرائم اللي هي الاشتباكات اللي صارت في 25 و26 جويليا في 2022. تدخلت كخبيرة في الأسلحة والذخيرة باش نقوم بمعرفة الذخائر وبالتالي الأسلحة، وبعد معرفة الأسلحة أكيد لمعرفة المرتكبين هذه الجريمة. الجريمة الثانية كانت لاستهداف رتل عسكري تابع لقوة حفظ السلام في فبراير 2023. وبقية الجرائم هي بالأساس 2 جرائم نتاع استهداف مروحيتين من جنوب أفريقيا تابعين حفظ السلام. الجريمة الأولى كانت في فبراير 2023 والثانية في فبراير 2024. فرحانة برشا، وكان لي الشرف والحمد لله اللي بعد الجائزة اللي تلقيتها لقيت تكريم في بلادي، لقيت تكريم في تونس. في أول نهار عدت فيه استقبلني بحفاوة السيد الوزير وهنأني بالجائزة اللي تلقيتها، كيف كيف السيد الفريق أول رئيس أركان جيش البر. لقيت منه الدعم، لقيت منه التشجيع، والحمد لله. وهذا مش غريب على المؤسسة العسكرية، احنا نفتخر بشيء هذا، هي الصورة بتاعنا ديما لامعة الحمد لله بين البلدان الكل، ويعترفوا باللي الضباط الجيش التونسي عندهم نسبة كبيرة من الثقافة ومن الوعي، لكن ما ننكرش المساهمة في القوات حفظ السلام أيضا، وتكتسب منها خبرة، وليس فقط خبرة اللي هي تحاول باش تتعايش في مجتمع اللي هو مش من جنسية واحدة، من جنسيات متعددة. الحمد لله أنا كامرأة فائزة بجائزة الريادة الأممية ل 2024 أكيد باش نحل الباب الغيري من نساء، ومش المرأة التونسية فقط باش نحل الباب الغيري من النساء اللي هما بالحق في الدول الكل باش يساهموا، باش يكونوا على قدم المساواة معناها مع الرجال، وتحاول تتعايش وبعد تعايش تفرض روحها، وعلاش ليه ما تتميزش في جل الميادين.